على التليفون طبعا السيد محمد كامل، طبعا الرئيس التنفيذي لاستادات شركه استادات، ولايف معانا على التليفون. مساء الخير يا استاذ محمد. يا مستر محمد. يا مساء الخير يا كابتن هاني، ازيك؟ الف مليون مبروك. انا عايز اقول لك الف مليون مبروك عليك، وكل سنه كمان وانت طيب. النهارده يعني العيد عيدين، طبعا عيد ميلادك النهارده، وبيوافق كمان يعني مباراه تاريخيه ومباراه كبيره جدا وبطوله كبيره جدا للنادي الاهلي، فبنقول لك الف مبروك وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليكم. ميرسي جدا يا كابتن هاني. عايز اقول لك طبعا عيد ميلاد صعب جدا بقى، الناس كلها بتقول لك وانت مش عايز تسمع اي حاجه غير الماتش. فالحمد لله، يعني الحمد لله. مش عايز اقول لك قد ايه احنا النهارده فرحنا، ودي اول مره على فكره في 19 سنه، انت عارف ايهاب قال لي ده وقت تاريخي، يعني المكاتبه دي للتاريخ، فما قدرتش الصراحه استحمل كلام ايهاب، مع ان انا مش عايز اتكلم ولا حاجه، كفايه ان احنا نستمتع بكابتن سيد ومحمد وكابتن موسيماني، يعني احسن مليون مره من اي كلام، لانه نفسي بس كان يحسوا احنا كنا عاملين ازاي بره. هم طبعا في الماتش على فكره بيبقى في شغلهم مشغولين جدا، لكن احنا بره مش عايز اقول الناس كانت عامله ازاي وكلنا كنا عاملين ازاي. الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا كرم وكرم الناس كلها، وبقيتنا النهارده فرحانين، والواحد قد ايه سعيد دلوقتي انه شايفكم في المحطه منورين بالشكل ده. بس انا عارف انت طبعا، اولا انا بشكرك الاول على تطوير قناه النادي الاهلي. كل الناس كانت بتتكلم على قناه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وكان دايما بيقول التطوير على مستوى المنشات، وانت بصراحه مستر محمد عملت شغل اكتر من رائع على مستوى التطوير، على مستوى المحتوى، وفوز قناه النادي الاهلي باحسن قناه رياضيه فضائيه، ده كل دوت يعني طبعا حضرتك على راسهم، وكل المجموعه اللي قايمه على النادي الاهلي. واكيد النهارده كنت لابس الفانيلا الحمراء وبتشجع بقلبك وبروحك، وانت كمان يعني نقلت الصوره ديت على السوشيال ميديا. قول لنا احساسك برضو خلال ال 90 دقيقه كمشجع بقى، كمشجع ومحب للنادي الاهلي. لا هو الشغل يا كابتن هاني، بس في الاخر احنا عايشين في الاهلي، رحنا روح الاهلي. وعايز اقول لك ان انا يعني واحنا بنعمل المحطه بالجمال والحلاوه دي، ما حدش فينا في لحظات تخيل ان احنا الكاس الجميل ده هيبقى قاعد وسيد موجود وكابتن محمد، يعني في اللحظات دي يوم ما كنا بنصور يا ريتنا كنا حاسين الاحساس ده. فالحمد لله الحمد لله الواحد يعني عاش اليوم النهارده، الواحد فعلا كان مستنيه بقاله فتره طويله قوي. طبعا احنا كلنا منتظرين، وكمان جماهير النادي منتظر كمان من التطوير الاكتر، يعني ان شاء الله على مستوى طبعا استادات ولايف هتقدم ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله من خلال قناه النادي الاهلي، ودايما دايما في تطوير يا مستر محمد، يعني فبرضه تقول لنا ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون فيها تطوير ايه، والشكل الاجمالي ان شاء الله هيكون ازاي. بص ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. انا مش عايز اتكلم في اي حاجه والله العظيم يا كابتن هاني، انا عارف جدا بالناس الموجوده عندك، وعايز كل الناس اللي سهرانه النهارده، وانتم سهرانين الساعه 3 الصبح، مصر كلها بتتفرج على قناه النادي الاهلي، بيتفرجوا على كابتن سيد وبيتفرجوا على الشناوي، انا عايز ان تستمتعوا بده. انا بكلمكم اقول لكم الف مليون مبروك، والحمد لله السادات النهارده ولايف في الليل ذات الماتش عمل الشغل يجنن، ودلوقتي لايف في سهره مصر كلها وعلى قناه النادي الاهلي، الحمد لله وده كفايه جدا. وانا مش عايز اطول بس فيزا هاني، يعني ربنا يخلي الشباب، والحمد لله على كل شيء، والف مليون مبروك. طب اخر حاجه، انا سمعت ان يمكن من اربع ايام كابتن سيد عبد الحفيظ طلب يعني من طبعا العميد محمد مرجان انه يكلم حضرتك في حاجه، يعني في سر كده معين عايزين نعرفه. لا هو بص، عشان بس الناس كلها تبقى عارفه، كابتن سيد بيحافظ على اللعيبه اعلاميا بشكل كبير جدا. طبعا الخناقات في المحطه كلها انت اكيد عارفها، احنا عايزين نجيب لعيبه موجودين على المحطه، فطبعا كابتن سيد يقول لا او كده. فجاني تليفون من كابتن من محمد مرجان، قال لي بقول لك ايه، احنا محتاجين في خدمه، وامر كابتن قال لي احنا عايزين نتمرن في الاستاد على الملعب الرئيسي 5 ايام. قلت له يا لهوي، اللي هو 5 ايام قبل الماتش، قلت له يا خرابي، يعني ده انتوا تنوروا اللي انت عايزه يا كابتن كابتن مرجان، مش ممكن يعني. قال لي بس عندنا شرط، قلت له تحت امرك. قال لي مفيش ولا محطه تخش، قلت له لا، يعني انت بتهزر، عيب عليك، مفيش ولا محطه هتخش طبعا. قال لي ولا قناه النادي الاهلي.
هيحصلوا ازاي بس؟ يعني هيبقوا عندنا في النادي الاهلي والقناه بتاعتنا ما تخشش. قال لي بقول لك ده تعليمات كابتن طلع حبيب. قلت له والله كابتن سيد طول عمره بيتجامل التعليمات دي قاسل على الفرقه. فطبعا الناس كلها لو جماهير النادي الاهلي تاخد بالها، احنا اخر خمس ايام ما كناش استمرين في النادي الاهلي، ما كانش في الباس تماما، لانه طلع حبيب قاسل على الفرقه ومفيش ولا محطه ولا موبايل ولا سوشي ولا اي حد، ولا كانت تقريبا الناس عارفه الفرقه بتتمرن فين. فالبيس كان يخش يعني على المتغطي ويخرج على المتغطي من غير ما حد ما بيحس. لا طبعا يعني دوت يمكن كابتن سيد بيقوم بدور اكتر من رائع، وطبعا وكمان مستر محمد بتقوم بدور اكتر من رائع، ودايما بتتفهم طبعا كل الاجراءات اللي بيقولها كابتن سيد بتتفهمها بشكل جيد جدا. فبنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني في تطور مستمر باذن الله. محمد كامل بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا.